Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala, wa ala wa Saudara wa saudariku sekalian Yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Tema rukyah kita kali ini rukyah membinasakan orang zalim dan dengki jarak jauh Dengan gabungan beberapa asma doa Mudah-mudahan Kita berdoa kepada Allah Siapapun yang menzalimi anda Siapapun yang berbuat jahat yang selalu menyakiti, memfitnah, mengkhianati, menipu, mencaci maki, merendahkan, ataupun yang selalu menghantarkan sihir, sunset, santau, teluh, tenung, guna-guna, doti-doti, pelet, dan sejenisnya. Kita doakan mereka yang selalu zalim dan jahat agar diberikan hidayah atau sebaliknya. Jikalau mereka tak mau berhenti dari kezaliman dan kejahatannya, kita doakan mereka dihancurkan, dibinasakan, diperomporandakan Jiwa raganya, pikirannya, dikacau balokan segala apa yang mereka miliki. Amin ya Rabbal Alamin. Dengarkan ayat yang terukir berikut ini. Dan kita berdoa bersama dengan doa-doa dan asma-asma jarak jauh. A'udhu billahi -rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم قل <سؤال> اللهم <سؤال> مالك <سؤال> الملك <سؤال> تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك المخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وَإِنَّ شَأْنُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنَّ شَأْنُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنَّ شَأْنَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Saudaraku sebutkan nama-nama orang yang zalim apabila kita tahu siapa namanya bin atau bintinya nama lengkapnya kalau tak tahu nama lengkapnya nama biasanya atau nama panggilannya kalau tak tahu namanya sama sekali serahkan semuanya kepada Allah. Ingat-ingat wajahnya, siapa nama siapa wajahnya, ya raut mukanya, lalu mintalah keadilan Allah, mintalah pertolongan Allah agar mereka yang selalu jahat yang zalim kepada saudaraku, apapun bentuk kezalimannya, kejahatannya, ya di luar batas, maka silahkan doakan mereka dihancurkan atau dibinasakan jika mereka tak mau bertobat, ya Allah membalas kezalimannya, kejahatannya dengan balasan yang keras, dengan siksa yang keras, ya. Jikalau mereka tak mau berhenti atau bertaubat dari segala perbuatan-perbuatannya. Silahkan saudaraku. Sesudah berdoa, dengarkan. Saya akan membacakan asma dan beberapa doa-doa. Yang insya Allah ta'ala, siapapun yang dengki iri hati, siapapun yang zalim dan jahat pada saudaraku sekalian, kita doakan mereka mendapatkan hidayah atau sebaliknya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal aminin. نجنا من القوم <سؤال> الظالمين. <تسؤال> يا آمن الآمنين. نجنا من القوم الظالمين. يا آمن الآمنين. نجنا من القوم الظالمين. يا آمن الآمنين. سلمنا من القوم المفسدين. يا آمن الآمنين. سلمنا من القوم المفسدين. يا آمن الآمنين سلمنا من القوم المفسدين يا آمن الآمنين آمنا من القوم الكافرين يا آمن الآمنين آمنا من القوم الكافرين يا آمن الآمنين آمنا من القوم الكافرين يا آمن الآمنين نجِّنا وسلِّمنا وآمِنَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَمِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَمِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، يَا آمَنَ الْآمِنِينَ. نجِّنا وسلِّمنا وآمِنَّا مِنَّ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَمِنَّ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَمِنَّ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، يَا آمَنَ الْآمِنِينَ سلمنا ونجنا وآمنا من القوم الظالمين ومن القوم الكافرين ومن القوم الفاسقين يا الله يا جبار يا قهار يا عدل يا ذا البطش الشديد يا شديد العقاب خذ حقنا والمسلمين ومن ظلمنا والمسلمين يا الله يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد يا عدل يا شديد العقاب خذ حقنا والمسلمين ومن ظلمنا والمسلمين يا الله يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد يا عدل يا شديد العقاب خذ حقنا والمسلمين وما ظلمنا والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا فرض يا وتر يا صمد يا سند من إلي استند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اهلك اعداءنا واعداء المسلمين ومن ظلمنا والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا فرد يا وتر يا صمد يا سند من إلي استندى. يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أهلك أعدانا وعداء المسلمين ومن ظلمنا والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا فرض يا وتر يا صمد يا سند من إلى استند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أهلك عدانا وأعداء المسلمين ومن ظلمنا والمسلمين بالسر قوة وبقوة السر من بسم الله الرحمن الرحيم والسر سن من بسم الله الرحمن الرحيم والسر من بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر قوة وبقوة السر من بسم الله الرحمن الرحيم والسر Belt من بسم الله الرحمن الرحيم والسر من من بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر قوة وبقوة السر من بسم الله الرحمن الرحيم والسر من بسم الله الرحمن الرحيم والسر من من بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا من هو صفات الله يا الله الملك الهاشمين يا من هو صفات الله يا هو الله الملك الهياشن يا من هو صفات الله يه الله الملك الهياشن نرد بك الاعداء من كل وجه وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فانت رجائي يا الهي وسيدي ففرق لبيب الجيش الرمادي ولت نرد بك الاعداء من كل وجه وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش وما بي نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش وما بي يا الله يا جبار يا قهر يا قوي يا متين Ya 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 al Kami mohon pertolonganmu kepada saudara-saudara kami yang hari ini dizalimi, dicahati, disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, dicaci maki, dirampas haknya yang dimusuhi, didengki ataupun yang selalu dihantarkan sihir, santet dan sejenisnya. Kami mohon ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami, jaga diri dan keluarganya. Bentengilah rumahnya, jagalah apa-apa saja yang kau berikan kepada mereka, saudara-saudara kami, Ya Rabb. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami dengan cahayamu. Lindungilah keluarga mereka dengan cahayamu. Terangilah rumahnya dengan cahayamu. Naungilah diri keluarga dan rumah tempat tinggalnya dengan cahayamu. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Kami mohon pertolonganmu. Pada mereka-mereka yang selalu zalim kepada saudara-saudara kami. Kami mohon, Ya Rabb. Hancurkan dan binasakan mereka sehancur-hancurnya. Jikalau mereka tak mau bertobat dari kezalimannya, jikalau mereka tak mau berhenti dari kejahatannya, jikalau mereka terus-menerus melakukan kerusakan-kerusakan di bumi ini, ya Rob, jangan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang dengki, orang-orang yang jahat berkuasa dan menguasai bumi mu, ya Rob, jangan biarkan mereka menguasai saudara-saudara kami, selalu menyakiti saudara kami, memfitnah, mengkhianati, menipu saudara-saudara kami, jangan biarkan mereka tenang. Porak-porandakanlah barisannya, kacau balaukanlah pikirannya, hancurkanlah proper yang apapun yang mereka miliki ya Rob. Sibukkanlah diri-diri mereka dengan musuh-musuh mereka dan jangan biarkan mereka sibuk kepada saudara-saudara kami, mengurusi saudara-saudara kami untuk melakukan kezaliman dan kejahatan. Ya Allah, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Engkaulah Zat yang Maha Menggerakkan. Kami mohon ya Allah, gerakkanlah segala tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi. Karena sesungguhnya engkaulah pemilik langit dan bumi. Kepunyaan lah segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi beserta di antara keduanya. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Kami memohon bantuanmu. Engkau tempat kami bersandar. Engkau tempat kami nyembah. Dan engkau pula lah tempat kami memohon pertolongan. Bihakki ya kana wa iya kana Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Maula wa nasir, wa la hawla wa la quwata illa al azim. Saudaraku, silahkan kembali berdoa. Sebutkan namanya kalau tahu namanya. Wajahnya diingat-ingat. Siapa yang selalu berbuat -ber -ber zalim, khususnya kepada saudaraku dan keluarga, ya doakan mereka agar mereka dihancurkan, dibinasakan. Jikalau mereka tak mau bertobat dari kezaliman, jikalau mereka tak mau berhenti dari kejahatannya, jikalau mereka terus bangga dengan kezaliman dan kejahatannya. Ya, mintalah keadilan Allah agar mereka jangan biarkan berada dalam suasana bahagia dan gembira, agar mereka diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan-perbuatannya, dengan kezaliman-kezaliman dan kejahatannya. Insya Allah, jangan putus asa, jangan patah semangat, teruslah berdoa, memohon pertolongan Allah. Bagi saudaraku yang ada gangguan jinsir, santet terus-menerus melakukan terapi rukyah mandiri di rumahnya, di tempat tinggalnya, atau di mana saja. Ya, insya Allah. Yakinlah bahwa tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan ke semuanya. Mintalah pertolongan Allah agar segala jin sihir kembali ke asalnya dan dikembalikan kepada penghantarnya, pengirimnya dan orang-orang yang bekerja sama dengan tukang-tukang sihirnya. Amin amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranik Terapi. Sisikan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan yang dialami ataupun yang dirasakan insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video-video di channel Quran Terapi, Allah memberikan kebaikan, keberkahan dan kesembuhan bagi yang sakit, kemudahan urusan dan rezeki bagi yang sempit rezekinya, dan diberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang dialami selama ini, khususnya kepada saudara yang dizolimi dan dijahati oleh orang yang zalim. Amin, amin, ya robbal Alamin. Bagikan video kami ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp grup, Facebook dan media-media sosial lainnya. Al fakir undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.